لديه أطفال يقول صغار، وأود أن أربيهم التربية الإسلامية الحسنة، فبماذا أبدأ مأجورين؟ تبدأ بتحفيظهم القرآن، تبدأ بتحفيظهم القرآن لتغرس في نفوسهم حب القرآن وينشأوا على القرآن، وتلقنهم ما تيسر من الأحاديث الصحيحة، حديث الآداب الصحيحة، وأيضا إذا بلغوا 7 سنين تنفذ فيهم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين أضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فعليك بهذا الأدب النبوي الشريف أن تنشئهم على طاعة الله وعلى عبادة الله، وأن تحذرهم من المخالفات والآداب السيئة، وأن تحفظهم من جلساء السوء، فلا تتركهم يذهبون إلى التجمعات المشبوهة، بل تراقبهم وأن تحسن تعليمهم، هذا هو الواجب عليك نحوهم. وهذه أسباب الصلاح، إذا بذلتها فإنها حرية بأن تغرس فيهم الصلاح والاستقامة وينشأوا على الخير. نعم.